حقوق الطفل في الوعي الإعلامي والتقني. تعتبر التقنية من أكبر المهددات التي تؤثر على سلوك الأطفال ونشأتهم، وللحد من الآثار السلبية فإننا بالحاجة إلى استخدام برامج المراقبة الأمنية للأبناء، حيث يمكن للآباء مراقبة بعض أجهزة أبنائهم عن طريق تحميل برامج خاصة في أجهزة الكمبيوتر والجوال، تحديد ساعات معينة تسمح للطفل باستخدام الأجهزة الإلكترونية، التوقف عن استخدام الشاشات قبل ساعة من وقت النوم، وإزالة الأجهزة من غرف النوم، إشراك الطفل في وضع قوانين وضوابط لاستخدام الأجهزة الإلكترونية حتى يسهل عليه تطبيقها والالتزام بها. في حالات الإدمان الشديد لابد من تقليص عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع الأجهزة تدريجياً، مشاركة الطفل في أنشطته وألعابه غير الإلكترونية، تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية بوصفها وسيلة لتهدئة الطفل، تجنب البرامج والتطبيقات التي تحتوي على الكثير من المحتوى العنيف، حث الطفل على ضرورة التحدث عند التعرض لأي وسائل تهديد أو مواقف مثيرة للريبة. حملة من حقي كطفل، من حقي كطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل، تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.